مرحبا. يعيشك وبيك ويعيشك ويرحم والديكم. انا بس عليك الحمد لله والشكر لله. مين انا عارفه؟ اي انا مدام الزياني، كنت في المانيا و 39 سنه لبرا. والمانيا؟ في المانيا في كولن، فهمت؟ وتوا اولادي الكل في كولن، بناتي واولادي. انا جيت وحدي لبلادي وقلت بلادي نحبها، بلادي نحب بلادي. ها لكن اللي نتريد ما يكفيش. خلينا نحكيوا على تجربتك، كيف وقتاش مشيت لالمانيا؟ انا قديش بورقيبه بعثنا يرحمه يرحم عظام عظامه. وقت جيت المانيا قالت نحب على الخدامه، قال هو ولادي او لا، هزنا بعثنا مشينا في البط. وقتها الدنيا ثلج وما نجموش البابور يتحرك. ما تفكرش عام قديش؟ عام 70. عام 70 هكا. يا حسرة يا حسرة. نلقاو الدخان البرة في المانيا، مشينا لقينا ترين واللوطة لا شيء، ترين كل فوق. مشينا راجلي يخدم غادي، راجلي مشى يخدم. راجلك زاد في المانيا؟ يا بالبعثة راجلي مشى، فهمت؟ وبقى 7 سنين خلطتنا، حشنا غادي لباس تهب. فاش عشتوا؟ تهبل تهبل تهبل. ولتوا ولتوا باهية راهي المانيا خير من شوية من بلادنا، فيه القليل والزوال. ياخذ العملة نتاع هنا ما عندهمش مساكن. ووقتها عاد احنا طلعنا غادي برخيصة الدنيا والكل، فهمت بنتي؟ توا الدنيا غلات هنا، باللي غلات مش كي المانيا. غادي ياخذوا السوسيالامت هنا، مساكن ولادنا علاش تسرق وتخطف؟ خاطر ما عندهم شيء. هذاك علاش. انت وقتاش روحت هنا لتونس؟ صاي انا روحت دينيتيف وقت جبت ولدي. اي عام قديش؟ عام 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 عام. توا ولدي عنده 35 ميت جبته. لكن انا ما جيتش دينيتيف، عندي ورقي نهبط ونطلع. توا تمشي ولدي؟ نمشي ونجي، عندي ورقي عندي ورقي. لكن مستقره هنا الاغلب؟ انا في الحفصيه انا داري مستقره هنا. ليش ما حبيتش تبقى غاديك؟ خاطر توحشت بلادي وحبيت بلادي، خليت ولادي الكل غادي، ولادي الكل غادي، انا وحدي هنا. علاش تعيش وحدك بعيدة على ولادك؟ هكا حبيت بلادي وحبيت بلادي ونحب بلادي ولتوا نحب بلادي بالغلا والكوى ونحب بلادي. يا ما تخممش انك ترجع تعيش غاديك في المانيا على طول؟ ناي 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 نمشي ذيفا. ايه ابا باش نعيش غادي لا، نحب بلادي، بلادنا باهية راه، اما خسارتها خسارتها. وانتم تعرفوا شنو المانيا توا تبدلت على عام السبعينات؟ يا تبدلت على السبعينات. ايش وليت؟ يا شويه الغلا، غلا فيها غاليه. ابا مني نكس كيف هنا، مش كيف هنا، مش كيف هنا. تونس اغلى؟ اه تونس اغلى. تونس اغلى على فلوسنا، تونس اغلى. اما غادي مش غاليه برشا. اولادي وبناتي ويجيني لانتريت من برا، انا يجيني لانتريت نتاعي من برا ويرحم بورقيبه. تفكر اياماتك قبل؟ يا حسره يا زمان، زيد نرجع لصغري. فيك ترجع ولو ثانيه تعيش غير. لو لا لا مش على المانيا، لا ماذا بيا كما يقولوا ترجع بلادنا كما كانت قبل، كما كانت رخيصه بلادنا. توا الغلا والكويت، السكر ما ثماش، الحليب ما ثماش. علاش في المانيا موجود كل شيء؟ غاليه لكن موجود كل شيء. اما احنا لا سكر لا حليب. عندي ولد ولدي معايا مسكين، نبدا من شنوار نشريه له الحليب، فهمت؟ قلت لي توا خرجت ب 50 دينار ما شريت شيء. والله هاك قفه فارغه، 50 دينار ما شريت شيء. اي شنو شنو عجبك؟ عجبك هذا؟ ماذا بيه رخصونا شويه، ماذا بيه يقفلنا الرئيس؟ احنا كي صوتنا عليه ماذا بيه يقفلنا شويه، يقفلنا ويرخص لنا شويه ويجد لنا الحليب باش هكا الصغار يعيشوا، ويبدا جندي في جنبه هكا الصغيرين راهم يحبوا الحليب، باش يبدا جندي، باش يبدا له بوليس شاد كتفه، باش يعيش هذاك فهمت؟
ماذا بي قيس سعيد يقفلنا؟ الله يهديه ويصلح رايه. أنا مرة كبيرة ما يهمنيش عايشة اليوم ولا غدوة، الله أعلم بيا تو. فهمت؟ بيطول في عمر. عايشك عايش بنتي، وهذا اللي طالبينه من الحكومة، وربي ماشيها على الصلاح. توا فضلكم انتم يعيشك اولادك توا يقولوا لك اجا اطلع ابقى بحذين على طول. ولادي يقولوا لي امي هيا اطلع هنا، وقول لهم لا نحب بلادي. فهمتني؟ يا اما انت توا عايشه وحدك هنا، كيفاش عايشه وحدك؟ عايشه مع ولد بنتي صغير، ولد ولدي صغير. صغير هو ما ينجمش يتلاها بيك ولا؟ لا لا مش نطلع، اما الشهر الجاي ان شاء الله باش نطلع لالمانيا. باش نطلع ضيفه، باش عندي لاسيرانس غادي خاطر. باش نمشي غادي كناخذ نداوي. وعلاش ما تداويش في تونس؟ ما عنديش لاسيرانس هنا. ما فماش دواوات، تمشي على حربوشه ما تلقاهاش، تمشي على حاجه ما تلقاهاش. ما عندناش، ما عندناش. يعني دوايات و ما فماش هنا. ما فماش دوايات. مانشي نوار نشروها. يا. غاديكا يتلهاو بيك. يتلهاو بيا والحق ويرحم والديه، هذا يبعثوهولي هما من غادي. العصا هذي بعثوهولي من غادي مع ولدي هذا. يا. لكن يا. ما تنجمش تبقى غادي. خاطر مشيت صغيرة 20 سنة عمري، عديت عمري كله غادي. كرهتها؟ أه؟ كرهتها ألمانيا؟ مش كرهتها، هذيك البلد الثانية. خاطر يقدروني وشهريتي من عندهم ونمشي للطبيب بنتي كهو. اولادك تحبهم يجيو يعيشوا معاك هنا في تونس ولا؟ هو في الحمامات يبني في الحمامات، ولدي عامل خدامه يبني في نحب اولادي يرجعوا. ماذا بيا؟ ماذا لا عاشوا غادي ما عادش ينجموا يعيشوا لهنا. يهبطوا يطلعوا، يهبطوا يطلعوا، يحبوا تونس. هاو تو واحد منهم ولد بنتي هاو عندي هنا في الدار. انت ماذا بيك انت راهم موجودين هنا بحذي؟ هي ماذا بي؟ اما بنتي نصارحك بالحقيقه على الغلاء نتاع بلادنا وعلى العيشه هذه. نها والله خلي لك كلمه الختام، شنو تحب تقول؟ كلمه الختام نطلب الرئيس من فضله لهو يشوف للزواوله 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 انا عندي انتريت نتاعي، اما فما اللي ما عندهمش مساكن كهو. هذا يهو، وربي تحيا تونس ويحييكم انتوما وربي يفضلكم. يعيشك.